عقد سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب لقاء مفتوحا مع شباب المحامين بالاسكندرية بقاعة مؤتمرات كلية الطب بحضور عدد كبير من شباب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء الفرعيات وكبار محامي الاسكندرية. أحب أسجل احترامي وتقديري لدعوة المحامين الشبان بالاسكندرية في هذا اللقاء الحواري المفتوح المتاح، وسعيد أكثر بإصرار المحامين الشبان على أن يعقدوا هذا اللقاء بإدارتهم وبانفرادهم أيضا بهذه الإدارة، حتى أني طلبت من كل زملائي وأصدقائي في مجلس النقابة في شرق وغرب أن يأتوا معي ضيوفا على هؤلاء الشبان، وقد امتثلوا جميعا وحضرنا جميعا ضيوف عليكم. وشهد اللقاء طرح شباب المحامين الأسئلة على النقيب العام سامح عاشور الذي قام بدوره بالرد عليها، موضحا أبرز ما أنجزته النقابة العامة خلال الفترة الماضية في مشروعات العلاج والمعاش والإسكان وتنقية جداول النقابة العامة. وخلال اللقاء ثمن شباب المحامين مجهودات النقيب العام في الارتقاء بمهنة المحاماة ورفع رايتها عاليا. لا يمكن أن ننسى للأستاذ سامح عاشور موقفه الشرس القوي من قضية تنقية جداول المحامين وصلابته في الدفاع عن استرداد مبالغ أتعاب المحاماة من وزارة العدل والعمل الدؤوب نحو رفعة وتقدم وازدهار نقابة المحامين والمحامين. سيادة النقيب، سعدنا بك في الأسكندرية وسنسعد بحوارك مع شباب محامين العاصمة الثانية. دعونا نرحب برمز المحاماة الأول وفارس قلعة الحقوق والحريات الأكبر، رجل سبق غيره، عرف كيف يتعامل مع الأزمات والمواقف، وساند ودعم الاستقرار والتقدم. لم يسمح لأحد باستغلال الشباب، ساندهم وأيدهم ودعمهم. جاء اليوم داعماً ومسانداً لفرسان المستقبل لمن سيحملون الراية من بعده. وإن ما يحدث اليوم لهو أبهى صور المشاركة الشبابية برعاية النقابة العامة. اليوم ترفرف عبارات السلام والترحيب لكل من أنار مجلسنا وشرفنا بحضورهم إلى ملتقى عظيم في محطة تاريخية سوف يسجلها التاريخ بحروف من ذهب، لما فيها من اجتماع لإرادات فرسان يحملوا راية واحدة ألا وهي المحاماة.